السلام عليكم. اليوم نقدم لكم فيديو على التغييرات داخل شقة البي بي من نوع 5 غرف، حيث أنه هذا النوع من السكنات فيهم الرواق، الكولوار جاي طويل بزاف، جاي يعني بشكل حرف ال وضيق، فيه 1 متر و10. احنا حبينا السيد هذا ام الشقة حب ينحي الكولوار هذا، واقترحت له باش نديرو نوصلو الكولوار هذا بالمطبخ، نحيو الحائط اللي يفصلهم، وكذلك حائط اخر هذا تاع المدخل اللي فيه بلاكار على المدخل. اذا نحي هذا الحيوط هذويا باش ندير فضاء واسع. وهنا نشوف التغيير، هنا رانا في المرحلة تاع تغيير الشكل نتاع السكن. اذا هنا نحينا لو مير دو سيباراسيون اللي كان يفصل الكولوار، هنا الرواق في هذه الجهة و الكويزين هنايا المطبخ، وكذلك الحائط اللي كان هنا في هذا المكان كان فيه بلاكار المدخل نتاع الشقة هنا. اذا اصبح لدينا نسباس اوبن سبيس كامل بحوالي 30 متر مربع، ويبقى جزء نتاع الكويزين هنا، عندنا جزء من هنا، هذا الجزء نتاع الكويزين سوف يكون فيه ان كونطوار اللي راح يفصل الفضاء هذا نتاع المطبخ بالفضاء هنا اللي راح يصبح كما قلنا غول، ولا سكون ابل ليسباس افيفر اللي هنا نشوفوه هنايا، راح يكون فيه ان دال دو سول ولا ان ريكوفرمون ان ريفيتمون ان دو سول، يكون موحد ما بين الجزء نتاع المطبخ والجزء نتاع الكولوار هذا هنايا. اذا هذا هو التغيير اللي راح يحدث في هذه الشقه. وهنا كذلك نخليو الجزء نتاع الكولوار هذا اللي يمد للغرف هذا، ويتم تغيير الا هذا الفضاء هذا اللي راح يكون يعني يعود عندنا فضاء كبير في الدخله نتاع الشقة، ويكون فيه كذلك ممكن نديرو هنا المدخل، نديرو ان موبل ايفا سيباري الدخلة، يحجب الدخلة على الفضاء هدايا، ان موبل ديكوراتيف ولا ان سيباراسيون اللي راح تكون هنا بين المدخل هذا، مدخل تاع الشقة والمطبخ من جهة هنا. السلام عليكم. اليوم نزيدو نشوفو مرحلة أخرى من العملية تاع التغيير نتاع الشقة تاع ال بي بي من نوع F5. إذن هنا بعد ما نحينا الحائط نتاع المدخل، ونحينا الجزء من الكولوار هنا لهنايا، خدمنا الان عندنا مربع فضاء كبير عند المدخل، وكذلك نحينا جزء من الفايونس اللي كان في الحائط هذا اللي كان تابع للكوزينه. اذا هو درنا ان كونطوار هنايا اللي راح يفصل الان ما تبقى من الكوزينه من المطبخ هذا، واللي تبقى
وهنا أصبح لدينا فضاء كبير هنايا يجي عند المدخل. وكان عندنا بلاكار هنا عند المدخل، نحيناه بلاكار ودرناه هنا في البيت هادي. إذا دخلنا بلاكار هنايا، جبناه للبيت هادي هنايا، إذا وأصبح لدينا هنا فضاء كبير عند المدخل. سكون هكذا نسبة صافيفر يبقى تاع كل يوم. ممكن نديرو طاولة هنايا أو دي فوتوي على الحيط هنا، وهذا هو الشيء اللي يبقى. سوف ندير فيديو في آخر في مرحلة أخرى من عملية تاع التغيير هذه نتاع الشقة هذه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.